تحولت الحقوق إلى مطالب، هكذا بات حال الموظفين في المؤسسات الحكومية في ظل سلطة ميليشيا استولت على الدولة ومؤسساتها. هؤلاء هم وظفوا وعمال مؤسسة الأسمنت ومصانعها في مظاهرة هي الثالثة للمطالبة بصرف رواتب أكثر من 3000 موظف توقفت منذ أواخر العام الماضي. رفع فيها المحتجون لافتات اتهموا فيها القائم بأعمال وزير المالية المعين من قبل الحوثيين بالمماطلة والمراوغة وتجاهله لكافة التوجيهات مما حال دون إطلاق رواتبهم. فعلوا توجيه لا عند وزير المالية؟ رفض. فعل توجيه في تكرر هذا المشهد كثيرا، ففي الشهر الماضي احتج موظفو المؤسسة العامة للكهرباء على توقيف رواتب أكثر من 20,000 موظف لم تصرف بعد، ومن قبلهم موظفو الشركة اليمنية لصناعة وتجارة الدواء وعمال النظافة ومؤسسة الطرق والجسور والأوقاف. وما هذه إلا أعداد تضاف إلى 1.5 مليون مواطن فقدوا أعمالهم منذ بدء الحرب بحسب مركز الإعلام الاقتصادي لينبئ بكارثة اقتصادية وشيكة. ويرجع السبب حسب التقارير إلى فساد السياسات المالية والإدارية التي تعتمدها الميليشيا ونهبها لكل المخصصات تحت مسمى المجهود الحربي، كان آخرها تجميد أرصدة 22 منظمة مجتمع مدني. ويرى مراقبون أن ما وصلت إليه البلاد نتيجة طبيعية لتقويض الدولة وسيطرة جماعة مسلحة عليها.